وهم باكج كده اللي هي بلاتر ريكونستراكشن مع اوجمنتيشن بريك سيستوبلاست وهنعمل كونتنت اول اللي هي منصوره تكنيك فور كونتنت كاتيرايزد هنعملها دي في الكوتوس احنا الموديل اللي احنا بنستخدمه والان مش بسيتي عندنا امكانيات كويسه وهيبقى صعب قوي كل واحد هيعمل جزء طيب دي حاجه الحاجه الثانيه احنا دايما من فتره من 3 ل 6 ممكن مجموعه هتكون في الايبا لاب والباقي هيكون حول الساعه 3 طيب احنا بنقترح عليكم ان ممكن لو تحبوا اتس فري فلكسبل احنا اهم حاجه الماكسيموم بنفيت فور يوز ممكن نخلي المجموعه اللي هي 45 اللي ما عندهمش اي مستشفى نخلي من الساعه 3 ل 4 بعد اللايف سيشن ممكن يبقى في كيس برزنتيشن ديسكشن من ديفرنت كيسز في فتره من 3 ل 4 وي كان ادد throughout the day, and if you have no energy or stay on the sites, I work. And lunch, I'll be at the start name, I'll be at the end, I'll be delivery, which is an outside package. قبل ما نبتدي في حد فيكم عنده اي اسئله اي حاجه عاوز يعرفها في دي في ديز للكورس بعد ما نخلص تقدروا تاخدوا دي في ديز فيها العمليات العمل وفيها اي حاجه ثانيه في تشانل كمان باشمهندس عمرو هيديك اللينك بتاع التشانل بتاع المركز على اليوتيوب هتلاقي عليها العمليات اللي بتعمل وكل العمليات اللي اتعملت في الكورسات ده. احنا هنبتدي معلش متاخرين 10 دقايق احنا بننزل النهارده اللايف سيرشن بطريقه مختلفه شويه، احنا مشكله في الصوت حصلت الاول بنعمل حاجه مختلفه عن كل مره. احنا العمليات الرئيسيه فوق العظم. اللي هي مين فوق؟ قدر في الجزء اللي فوق العظم. وفي كونكتد باي كيبل. احنا بنعمل حاجه مختلفه شويه. احنا بننزل من عمليات الاطفال، عمليات الاطفال عندنا تعود عليها فواخدين برود باند على الانترنت احنا جربناها ثلاث اربع مرات المرات دي وركس ويلي فديش ذا فيرست كورس فور ترانسميشن فور ذا بي ان دايما دايما اول يوم اول محاضره النهارده احنا كل يوم في محاضره من 9 ل 10 المحاضره النهارده عن مانجمنت اوف بروسيجر بريبير كونسبتس فور دايجنوسيس اند مانجمنت استاذنا الدكتور محمد جواد اتفضل يا incidents, and actually this is the most
average disastrously obstructive lesion in case of renal system that cause adenomatosis or obstruction. And the main cause is due to failure of complete rupture of the urinary. Okay.
interpretation of osteoporosis rough is the area of the abdomen. And some radiologists can show the site of the abdomen. So the E-hole site is proper site for the true site for the diagnosis and the integrated diagnosis of osteoporosis. So in this picture you can see the regulated workouts. Thank you.
الراجل صاحب عياده بيقول شو عندي واحده في عيادتنا معاها الترسانه لا يقول لي هعمل ايه او السؤال بتاع الاستاذ بشكل تام ده بيعتمد على الكريتيريا اللي ويعتمد على حاجات ثانيه تقول لي هو الغرض ايه من الحاجات دي زي ان انا احسن الضم والفانكشن And this amniotic fluid is the main promoter for development of the diabetes. فانا عشان احافظ على الضم والفانكشن اشخص الاندكيتر كويس لو محتاج بس ممكن الاندكيشن بتاع الانترفينشن الوحيد ان هو سيبير